بكم من جديد على قناة انفيزيت ماني اونلاين. في الفيديو ده معانا مراجعة لموقع استثمار لسه صفر يوم نقدر نشتغل عليه، نقدر نستثمر في الموقع. المواقع دي احنا بنستفيد منها في الايام الاولى. اسم الموقع WMMM. الموقع تقدر تستثمر بعملة الدولار وبالعملات المشفرة. انا انصح الناس اللي بتستثمر في الموقع ده تستثمر بمحفظة البرفكت ماني لسهولة السحب والاداء. بتضغط على كلمة ساين اب، بتبدأ كريت حساب، بتكتب هنا اسمك بالكامل، اليوزر نيم، هنا الايميل بتاعك، بتعيد الايميل، بعد كده هنا الباسورد، الباسورد، بعد كده هنا سؤال وجواب، ده تأمين حساب، ده اختياري، بعد كده بتضغط على كلمة ساين اب. بعد تسجيل حساب في الموقع بترجع باك وبندخل باليوزر نيم والباسورد بتاعنا. بنبدأ هنا نكتب اليوزر نيم والباسورد ونضغط على كلمة ريمبر مي ونضغط على كلمة ساين ان. بيوجهنا لصفحة الداشبورد. زي اي موقع استثمار هو ليه اكتر من خطة استثمارية. نبدأ نستثمر في الخطة اللي هي مثلا تبدأ من $5 ونستثمر فيها يوم واحد ونبدأ نسحب ارباحنا بالكامل. الموقع لسه صفر يوم. هنا لو نزلنا هنا تحت كده بنلاقي اللاست ديبوزيت، اخر ايداعات في الموقع، اخر واحد مودع بمحفظة البرفكت ماني $5. طريقة الايداع بضغط على كلمة فيزيت من هنا، بيوجهني للخطة الاستثمارية. ببدأ هنا اختار الخطة الاستثمارية. انا انصح بالخطة دي 140% لمدة يوم كامل. طبعا هو بيديك 105%. 140 دي للي هيستثمر من $2000 ل$10000. الموقع ليه حوالي 8 خطط استثمارية، تمام. تقدر تستثمر بمحفظة البرفكت ماني والباير والعملات المشفرة زي البيتكوين او اللايتكوين او عملة الدوكوين او الاثيريوم او البيتكوين كاش او عملة الداش، تمام. انا مثلا هستثمر في الخطة دي. انا بنزل هنا اختار الخطة اللي انا هستثمر فيها، بختار هنا الخطة. هنا الخطة الاولى دي هورلي فور ايفر، يعني بيديك ارباح على طول مدى الحياة. هنا الخطة التانية لمدة 24 ساعة، تمام. هنا الخطة التالتة لمدة 72 ساعة. طبعا الحد الادنى شايفينه هنا، الحد الادنى $5 والحد الاقصى 399. دي في الخطط يعتبر كلها، تمام. هنا خمسة برضو دولار، هنا في الخطة الخمسة الحد الادنى $5، هنا برضو $5، هنا الخطة الستة والسبعة الحد الادنى للاستثمار $1000، وهنا الخطة الاخيرة الحد الادنى $2000. احنا مش هنوصل للخطة الكبيرة دي، احنا هنستثمر في الخطة دي مثلا ويوم واحد والموقع لسه شغال، نبدأ نستفاد منه. هنا بختار انا الخطة التانية هنا، تمام، لمدة يوم كامل. هنا بشوف المحفظة اللي انا هشتغل عليها سواء بيرفكت ماني او باير. هنا بكتب الكمية، طبعا الحد الادنى $5، هنا مثلا اكتب $10، تمام. هنا واضغط على كلمة سبمنت، هينقلني لتفاصيل الخطة اللي انا هستثمر فيها دلوقتي. احنا شايفين دي تفاصيل الخطة اللي انا هستثمر فيها. هنا بضغط على كلمة بروكسيس، هينقلني لمحفظة البرفكت ماني. بضغط على كلمة ميك بيمنت، وبعد كده بدخل اليوزر نيم بتاعي والباسورد وبيتنقل معايا على الحساب بتاعي في محفظة البرفكت ماني، وببتدي اودع $10. دي طريقة الايداع في الموقع، تمام. بعد لما بودع في الموقع بضغط على كلمة اكتيفيتي من هنا للإيداعات اللي انا عملتها في الموقع. بتلاقي الإيداع بتاعك مفعل في الخطة او البلان اللي انت استثمرت بيه في الموقع، تمام. بتلاقي هنا البلان بتاعك مفعل في الخطة اللي انت استثمرت بيها، تمام. هنا في الهيستوري برضو دي الإيداعات والسحوبات اللي انت عملتها في الموقع، بتلاقيها هنا من كلمة هيستوري. هنا من ويزدرو طريقة السحب، بضغط على كلمة ويزدرو، ببدأ اسحب على المحفظة اللي انا استثمرت بيها، تمام. هنا بيكون في رصيد في البالانس، ببتدي اسحبه على المحفظة اللي انا استثمرت بيها. ولازم برضو تدخل المحافظ اللي انت هتسحب عليها. مثلا انا عندي رصيد $5، بكتب هنا الكمية، تمام، وببدأ اضغط على كلمة اي اجري واضغط على كلمة سبمنت، بيتم السحب على المحفظة اللي انا استثمرت بيها، تمام. بتلاقي هنا الرصيد موجود وبتبدأ تسحبه بطريقة عادية. طريقة جلب الاحالة، بتضغط على كلمة تم، بتلاقي هنا لينك الاحالة بتاعك، بتبدأ هنا تروج للموقع، تمام. هو ليه ليفلين، المستوى الاول بيديك 5% والمستوى التاني بيديك 1%.
هنا كلمة سيتنج بتبدأ هنا تعدل بياناتك والمحافظ بتاعتك، ومن هنا سيكيورتي بتعلي نسبة الأمان، وهنا في السبورت ده لو أنت عايز تكلم السبورت تبعت له رسالة بتدي له الإيميل بتاعك واليوزر نيم وتدي له نص الرسالة تحت، وهو لما بيراجع الرسالة بيبدأ يرسلك على الإيميل اللي أنت رسلته بيه. موقع لسه جديد نبدأ نستفاد منه عن طريق الاستثمار في الأيام الأولى. أي سؤال وأي استفسار تقدر تسيبه أسفل. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.